السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور صادق عزيز، رئيس قسم التقنيات الميكانيكية ومدرس مادة الرياضة للمستوى الأول اللي راح ناخذها طبعا احنا بالفصل الدراسي الثاني. المادة مكونة من جزئين طلابنا الأعزاء، جزء نظري وجزء عملي. احنا في الصف الإلكتروني هذا اللي راح نحكي فيه، راح يعني راح نتكلم فقط عن الجزء النظري اللي هو طبعا حقيقة سهل جدا ومعظمكم يعرفون في هذه المعلومات، لكن احنا شلون نريد نرتبها في بحيث يعني ندرسها بأسلوب أكاديمي حقيقي و خلينا نقول يماشي العصر. زين، راح نتعرف اولا على المادة طبيعتها. طبعا مثل ما قلت لكم انه هي نظري ساعة وساعة عملي، المجموع مالتها راح تكون ساعتين وبالتالي عدد الوحدات راح تكون 2. اللغة اللي راح نستخدمها هي اللغة العربية. زين، الهدف العام من تدريس هكذا مادة ان يكون الطالب قادرا على التعرف على اهم انواع الرياضات وما هي القوانين والمهارات الخاصة ببعض الألعاب الرياضية. هذا الهدف العام لمادة الرياضة بصورة عامة. زين، الهدف الخاص أن يكون الطالب قادرا على التعرف على الآلية الحركية لجسم الإنسان وما هي الإصابات الشائعة التي تحدث في جسم الإنسان، وأيضا أنه نطبق المهارات الأساسية لبعض الألعاب الفردية والجماعية، ونتعرف على أهم التشريعات والقوانين الرياضية وكيفية إدارة البطولات والمنافسات الرياضية. المفردات النظرية مثل ما شفوها أمامكم اللي راح نأخذها خلال هذا الفصل في هذه المادة بالتحديد. الجزء النظري من عند هذه التفاصيل المفردات مالتين، وبالأسبوع الأول راح نشوف الرياضة وتعريفها وأهميتها وأنواعها. الأسبوع الثاني آلية حركة جسم الإنسان. الأسبوع الثالث الإصابات الرياضية الشائعة. الرابع المهارات الأساسية للعبة كرة السلة، والخامس القانون الدولي للعبة كرة السلة، والسادس المهارات الأساسية للعبة تنس الطاولة وقانونها الدولي، والسابع المهارات الأساسية للعبة كرة الطائرة وقانونها الدولي، الثامن رياضة السباحة، التاسع المهارات الأساسية للعبة التنس الأرضي وقانونها الدولي، العاشر المهارات الأساسية للعبة كرة اليد، والحادي عشر القانون الدولي للعبة كرة اليد. في الأسبوع الثاني عشر راح تكون عندنا نتعرف على ألعاب الساحة والميدان، أنواعها والقانون الدولي للعبة. وفي الأسبوع الثالث عشر المهارات الأساسية لكرة القدم أيضا نتعرف عليها ونشوفها. والرابع عشر إدارة المسابقات والمنافسات الرياضية. الخامس عشر راح يكون عن القوانين والتشريعات الرياضية. بالنسبة للمفردات العملية، طبعا احنا عندنا بالاسبوع الاول المفروض يعني نعرض لكم فيلم عن انواع الرياضات وما هي الفوائد التي يمكن ان يستفاد منها المجتمع، وايضا اجراء الاختبارات للعضلات العاملة على مفاصل الجسم والمديات الحركية لها، وتطبيق المراحل الاساسية لاسعاف اللاعب المصاب وحسب نوع الاصابة ومكانها، نتعلم بعض المهارات الأساسية في كرة السلة، تطبيق المهارات بصورة فردية وجماعية، تطبيق بعض المهارات الأساسية بكرة تنس الطاولة، أو نتعلم على بعض المهارات الأساسية في كرة الطائرة، عرض فيديو عن السباحة وسفر علمي إلى مسبح جامعة بغداد إن شاء الله، هذه يعني إذا رجعت الأوضاع بصورة طبيعية إن شاء الله نسويها، تطبيق بعض المهارات الأساسية للعبة التنس الأرضي، تعلم بعض المهارات الأساسية في كرة اليد، تطبيق المهارات بصورة فردية وجماعية، تطبيق المهارات الأساسية لأهم فعاليات الساحة والميدان، تطبيق أهم قواعد خاصة بلعبة كرة القدم، وعدنا الرابع عشر والخامس عشر تطبيقات عملية حول كيفية إدارة البطولات والمنافسات الرياضية. الأسبوع الأول إن شاء الله راح نعرض لكم أيضا فيلم في المحاضرة. هسه راح ننتقل الى الاسبوع الاول، راح نشوف عندنا احنا اول مفردة هي الرياضة وتعريفها واهميتها وانواعها، هذا الاسبوع الاول. فالاهداف يعني لهذه المحاضرة تكون انه سيكون طالب على انتهاء المحاضرة قادرا على ان يعرف مادة الرياضة يعني بتعريف اللي نقول اكاديمي، ويميز اهميتها ويطلع على انواعها. زين، شنو هي الرياضة؟ الرياضة هي عبارة عن اداء
عن أداء مجهود جسدي عادي. الفوق العادي حقيقة لا يسمى رياضة، يعني يسمى يعني خلينا نقول شوف الانتحار. في بعض الأحيان الإنسان مثلا في رياضة كمال الأجسام يجوز تكون بعض الزملاء يجوز يتعرض إلى عملية انزلاق مثلا في خلينا نقول في الفقرات اللي في الظهر مثلا، أو مثلا يتعرض إلى مثلا عملية كسر في القدم لا سامح الله، أو مثلا يتعرض إلى فد إصابات أخرى، هاي نتيجة لمجهود إضافي ما إلى داعي. يعني هذا لا يسمى رياضة، وإنما يسمى حقيقة يعني خلينا نقول استهتار بالرياضة، عدم احترام الرياضة. حتى نشوف في بعض الأحيان أنه أكون مثلا بعض الرياضيين يتوقف قلبهم في خلينا نقول في بعض المباريات، وبعض اللاعبين مثلا الله يرحمهم يعني توفوا وراحوا بسبب المجهود الكبير اللي بذلوه. زين، إذن هي الرياضة هي عبارة عن أداء مجهود جسدي عادي أو ممارسة مهارة معينة تحكمها مجموعة من القواعد والخطوات، ويكون الهدف منها هو التميز أو المتعة والترفيه وتطوير المهارات والمنافسة. كما أن الرياضات تضيف على جسم ممارسيها جمالا جسديا مميزا. شوف هي هاي فوائد الرياضة، يعني نقول هي هاي بصورة عامة أنه أنا ليش أسوي الرياضة. زين، المفهوم من الرياضة يعرف النشاط البدني بأنه أي حركات جسدية يتم إنتاجها من قبل العضلات الهيكلية، اللي هي شنو الهيكلة المرتبطة بالعظام، والتي تؤدي لإنفاق الطاقة، وتقاس الطاقة المبذولة بالسعرات الحرارية. يصنف النشاط البدني إلى أنشطة مهنية أو رياضية أو منزلية وغيرها. كلها تقريبا نقدر نعرف على أنه هي نشاط بدني، وبالتالي السبب في أنه هي أيضا رياضة في النهاية. ويعتبر التمرين مجموعة فرعية من النشاط البدني، يعني هاي التمارين اللي احنا بنسويها تمارين السويدية أو غيرها، هذه خلينا نقول هي مجموعة فرعية من النشاط البدني. الأعمال الأخرى حتى الأعمال اللي يسويها الإنسان بالمنزل أيضا يعتبر رياضة هي في الحقيقة. يعتبر يعني احنا لازم طبعا هذا يعني هذا يعني هاي التمارين طبعا هي عادة ما نخطط لها احنا وننفذها ونكررها. زين، هو طبعا بصورة عامة عملية انه الانسان لازم يمتلك هدف في النهاية، انه انا وين اريد اوصل، الشيء اللي احقق من هذه الرياضة، اريد احقق هدف نهائي متوسط لتحسين اللياقة البدنية او الحفاظ عليها. الرياضة اذا هي حركات اداء او حركات معينة ذات مجهود جسدي وترتيب متسلسل، هذا هنا تعريف يعني خلينا نقول ايضا مميز للرياضة. زين، طبعا هل ممكن هل يعني يجب الالتزام بهذه المفردات في عمل في تعريف؟ لا، عدة تعريف هسه مثل ما شفتوها انتم، عدة تعريف للرياضة. إذن هي أداء حركات معينة ذات مجهود جسدي وترتيب متسلسل ومخصص لمهارات بشرية من أجل أهداف مختلفة كالعلاج. في بعض الأحيان إنسان عنده انزلاق وظروف يقول له يا بروح مارس بعض الرياضات، إنسان عنده مشاكل في القلب يقول له مارس بعض الرياضات الخفيفة طبعا حسب الحالة المرضية اللي عنده. أيضا ممكن أن نسوي للترفيه، للمنافسة، للتميز، للقوة، كما أنها تحتاج إلى مثابرة حتى الوصول إلى الأداء الأفضل والمتناسق بحسب نوع الرياضة التي تمارس. طبعا احنا يعني كنا متفقين على انه الرياضة هي كنز حقيقي في مقدور الجميع الاستفادة منه وفي المتناول، يعني كلنا نقدر نسويه. اللي ما عنده جهاز ركض بالبيت يقدر يروح في اي ملعب يركض، اللي ما عنده مثلا خلينا نقول يعني خلينا نقول يعني خلينا نقول مثلا ما يقدر يشترك في خلينا نقول في قاعة لبناء الأجسام، ممكن أنه تكون عنده فد أثقال في البيت أيضا ممكن أنه يمارس هذه يعني خلينا نقول يمارس عملية بناء الأجسام في هذه الأثقال المتوفرة في البيت وهكذا. إذا هي في المتناول للجميع، ممكن أنه طبعا بالنهاية إحنا راح نحصل على جسم صحي وقوي. ليست كل الرياضات عنيفة، هناك بعض الرياضات التي يمكن ممارستها ببعض الحركات البسيطة كل صباح وبشكل منتظم وتعطينا الصحة والنشاط وإلى آخره. تاريخ الرياضة يشني طبعا في كل الحضارات السابقة
يعني حقيقة في الحضارة البابلية والفرعونية واليونانية وحتى في حضارة الصين كلهم كانوا معروفين في أنه كانت عندهم رياضات كثيرة كانوا يمارسوها، لكن حقيقة قسم من هذه الرياضات كانت يعني خلينا نقول عنيفة، يعني خصوصا مثلا حسب ما نسمع أو حسب ما نقرأ في التاريخ أن الحضارة اليونانية كانت أكو يعني بعض الممارسات أو الألعاب الرياضية يعني قد تكون عنيفة وتؤدي إلى الموت في النهاية. زين. الحضارة المصرية أو الفرعونية كانت يعني مثلا مشهورة بالمصارعة والصيد. الحضارة اليونانية يعني تقريبا يمكن أعرق ملعب أولمبي موجود عرفه التاريخ كان قديما يتم ممارسة الرياضة بشكلها بدايته هو موجود في اليونان. تقام العديد من المسابقات ذات الحماس والتميز الرياضي في هذا الملعب. يعني حسب ما قلنا انه للتاريخ يعني يقول يا بترى اكو مثلا شوية يعني خلينا نقول عنف كانت في تلك الرياضات اليونانية. قد يكون يعني المعلومة مو صحيحة 100% وقد تكون صحيحة. بالنسبة للصين، الصين يقال انه هم اللي اكتشفوا كرة القدم. يعني انه اكو يعني مثلا خلينا نقول يعني بعض كتب التاريخ تنقل فد معلومة تقول انه لا البريطانيين هم اللي اكتشفوا كرة القدم. زين. او مثلا يعني في بعض الاحيان يعني اسمع انه في المجر كانت تمارس يعني مثلا فشي شبيه بكره القدم والى اخره. زين يعني هنا اذا نضاوع في مجموعه من الصور القديمه اللي عن الرياضات القديمه اللي كانت تمارس. الفوائد مال الرياضه شنو؟ الرياضه طبعا متعدده الفوائد احنا كنا نعرف فيها. يعني ممكن انه يعني خلينا نقول البنيه الجسميه، ممكن انه نستخدمها للبنيه الجسميه، ممكن انه نستخدمها للياقه البدنيه، ممكن انه نستخدمها للنواحي النفسيه الاجتماعيه الذهنيه ايضا في رياضه اليوغا وغيرها، بجانب تلك الفوائد الخاصه بالهيكل الجسمي لممارسه الرياضه. من اشهر فوائد ممارسه الرياضات المختلفه خلينا نقول يعني اذا فصلناها بتفصيل بشكل نقاط، الاستفاده من الاوقات المهدوره عبثا الفارغة من الأعمال حيث يملأها الرياضة والاستمتاع والتخلص من ضغوطات الحياة والتوتر للحصول على شخصية قوية بعيدة عن الاكتئاب قادرة على النوم بهناء. الرياضة طريق إلى تعلم الصبر والقدرة على التنافس الشريف وتعلم كيفية تولي زمام الأمور في الحياة وتخلق قادة ناجحين في حياتهم المهنية والحياتية. القوانين الرياضية تكون حازمة في كثير من الرياضات مما يجعل الرياضي ملتزم بالقوانين بصفة عامة في حياته ويعرف قيمتها جيدا. هناك بعض الرياضات التي تسهم في تنمية الذكاء وقوة الملاحظة وتساعد على رفع مستوى التركيز وتقوية عمل ذاكرة الرياضي مثل ما هسه قلنا مثل رياضة اليوغا. بناء عضلات جسم قوية وإنقاص الوزن الزائد بكل سهولة للحصول على صحة جسدية خالية من الأمراض والتخلص من يعني من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. أنواع الرياضات، الرياضة في وقتنا الحالي طبعا في الوقت الحالي يعني الحقيقة صار عددها كلش هائل، لكن ممكن تقسيمها إلى رياضات جماعية، نوع من الرياضات يعتمد على اللعب بشكل جماعي مثل رياضة كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، كرة الطائرة وغيرها. رياضات القوى من اسمها يمكن أنه يعني نعرف أنه هي تعتمد على القوة البدنية مثل كمال الأجسام، مصارعة وغيرها. رياضات المائية مثل رياضة الغوص، رياضة السباحة، الكرة المائية وغيرها. الرياضات الميكانيكية هذه طبعا احنا نقول تمارس بواسطة السيارات الدراجات العادية، يعني نحتاج الى ميكانيك وياها يعني جزء مكمل لهذه الرياضة. او الدراجات العادية طبعا او الدراجات النارية وقد تمارس حتى بواسطة الشاحنات ايضا. ايضا رياضات المضرب مثل يعني منضدة ريشة وغيرها. رياضات تكون الحيوانات جزء منها مثل ركوب الخيل مثل او بالدول العربيه الخليجيه بالذات يعني يستخدمون سباق الجمال. رياضات الدفاع عن النفس هاي مثل جودو، الكونفو، الكاراتيه. يطبق عليها طبعا ايضا فنون الحرب، يستعمل يعني هذه اذا بدنا نعرفها ينطبق عليها ايضا قانون فنون الحرب، تستعمل فيها اجزاء من الجسد، يدين، رجلين، مرفقين،
في نزالات بين شخصين عادةً، وتكون الضربات فيها مقننة، يعني بقوانين، يعني أكو في المكانات لا يمكن يعني الضرب فيها. زين، الرياضات الجليدية مرتبطة أساساً بتواجد الجليد وتمارس داخل القاعات أو في الهواء الطلق. وأدنى الرياضات الجوية تستخدم فيها أجهزة تسمح للإنسان بالتحليق في الجو كالطائرات والمظلات. وأدنى رياضات الهدف اللي هي مثلا قوس، مسدس هوائي، بندقية، كرة حديدية، يقذفها شو اسمه اللاعب. أبرز الرياضات يعني خلينا نقول رياضات، يعني أبرز الرياضات حتى يعني خلينا نقول المتاحة هي مثلا مشهورة أكثر شيء هي رياضة المشي طبعا، ورياضة السباحة اللي أوصى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والملاكمة، وهي من الرياضات طبعا التي تمكن الرياضيين من إمكانية الدفاع عن النفس بكل سهولة، وتتم بالمنافسة بين اثنين من اللاعبين ولها قوانينها الخاصة أيضا. مثلا في بعض الأحيان قد يكون هناك تعريف، مثلا أعرف للملاكمة شو هي، هذا التعريف بكل بساطة يعني كنا تقريبا نعرف، بس حتى نعرف بصورة صحيحة ومضع من أدنى الكلمات لازم إحنا نقرأها يعني نطلع عليها اطلاع سريع. الشطرنج لعبة رياضية تعتمد على العقل وتنمي الذكاء وتخلق يعني رياضي ذو قوة ملاحظة وتفكير دقيق وملحوظ. أدنى أشهر الرياضيين اللي إحنا نعرفهم مثلا ليبرون جيمس، هذا لاعب كرة سلة أمريكي، تألق في رياضة كرة السلة، بدأ مسيرته يعني من هو صغير في هذه المباراة. عندنا اللاعب كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد سابقا وحاليا في يوفنتوس. عندنا ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني. عندنا محمد صلاح، لاعب كرة قدم المصري اللي هو حقيقة يعني اكتسب سمعة رياضية كبيرة جدا، لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري، حصل على العديد أيضا من الجوائز العالمية مؤخرا. عندنا أيضا لاعبين مثل فيل ميكسون، هذا لاعب غولف مشهور جدا، حصل يمكن على 50 بطولة. وعندنا مايكل فيليبس، سباح أمريكي تمكن من الحصول على العديد من الميداليات ذهبية وفضية وفي أكبر المنافسات العالمية، ورياضيون آخرون كثيرون جدا. شكرا لحسن الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طبعا انتهى بعد احنا الدرس مالتنا. اي شيء مثلا تحبون تتناقشون به احنا جاهزين للاستماع. شكرا جزيلا، مع السلامة.